السلام عليكم، انا فاطمه الزهراء اليعقوبي، كنسكن في طريق تسمسة. وليدي مراتين خرجت نطلع مشى نطلع عليهم ركبت تاكسي بلاط ازرق، شاء القدر مشى نطلع رزق عملت القصيدة فرقوني تنجل السرعة نطهر دخلت فينا نطهر ضربتني في طهري في السنسول ديالي في راسي، ما كان قدر نعمل حتى شي حاجه، بقيت مسيبه، بقيت 15 يوم في السنه ضهرني مسيبه، واخا العائله ضعيفه في ديك اللحظه هذيك ما جبرت لا باش نتعالج لا والو، ديك اللحظه هذيك زعما ديك بانا وهيدا سلفوني كل واحد شني جاب لي بقى عليا السلف، كل واحد شحال كيسلم باقي عليا السلف، دابا ما قدرتش نزيد نستعمر باش نتعالج، ما جبرتش باش نتعالج، خرج لي ليريم ما جبرتش باش نستعمل، كان 650 فرنك، والحريق ليلا ونهارا ما كنقدرش، في الدار ما كنقدرش نعمل حتى شي حاجة، ما كنتش كنقدر تنقابل راسي، كنت غير بليكوش، ودابا هادوك الناس اللي وقع لي معاهم مشكل هذا المشكل هذا، أنا ما عملتوش بيدي، كيقولو كنعملها غير بالعاني. انا ما كان عندنا شي بلاني، انا مش هتشينا من العوالي انا من العكاكس، والحرق فيا يعني كان يدي طام، ما كان قدر نخلف لان مشي غير الطوبيس ولا التاكسي خسك نعمل، واحد ساعة جبر ديك 10 درهم، واحد ساعة ما جبرها شي خدمة الراجل ما كيناش قليلة، العيال مساكن مرطوف النفسية ديالو، حتى شحال من مرات كنتشلل من رجلي. هاد الناس اللي وقع لي معاهم مشكلة أنا ما عرفاهمش بأن ساكنين في الحومة، ما ساكنين في الحومة، كنعرفهمش بأن ساكنين في الحومة، ما ساكنين في الحومة، هاد الناس اللي ضربوني، الحومة كلشي كيقولو كنعملها بلعاني، شحال من وحدين كيجيو لوجهي كيقولو لي خايلة زول هاد لاكاكس كتشوه براسك، واش أنا شهيت نشوه براسي، كاين شي واحد كيبغي لراسو الدم، أنا ما بغيتش لراسي الدم. وما كنقدرش نقول حتى شي حاجه، المشكل ديالي ما كنقدرش فيه حتى واحد، دابا هادي عام ودخلت في عام وشهر داز عليها شي عام، سبعة في شهر جوج وقع لي هاد المشكل، دا من اول سبعة في شهر جوج دا من اول، وانا كنعاني ونقاسم ولادي كيعاني ويقاسم، ما كنقدر لا نكملهم ولا نعمل لهم الشغل ديالهم ولا نوجد لهم ولا حتى شي حاجه، لا هي النفسيه ديالهم مرطو بلاني ما كنعمل شي بلاني، دابا كنطلب من الله ومن المحسن اللي قدر يساعدني يساعدني، ما كنتش قادرة نقول هاد الكلمات هادو حتى شي واحد، واخا عائلتي ما كنرضاش نقول هادو، تحطمت ليا الدنيا دي، تحطموا ليا القنوتة وتحطموا ليا البيبان كاملين شدوني في وجهي، إلا عبد الله واللي قدر يساعدني الله يجازيه بالخير. الله يجازي بالخير كل واحد اللي يقدر يساعدني تعالج رجلي كيتشلولي كنبقى مصيبه الا طحت في الارض لا كيكون مشاو للمدرسه ما كيقدرش تما كنطيح تما كنبقى في اللوسه ولا حاشا يكون في الطواليط ولا في اي موطا كنطيح تما كنبقى خصني غير باش نتعالج الدواخل ديالي ديك الضربه اللي جاتني الدواخل ديالي تا قلبي عمرو ما حرقني كيحرقني الرجلين ديالي كيحرقوني كلشي الكتفين ديالي يعني لان الضربه عندي جات لي في الراس وفي الرقبه ديالي وفي النص ديالي في الحوض ديالي في السنسور الطهري ما كنقدرش كنعاني الدراع وكنقاوم بزز كنقاوم بزز كنقاوم كتجبرني كيزه في الطريق هايدا كيقولوا شوف شوف واخا عمل اللي عملتي لا ما كيوقع لا والو كنسمعوا بودني انا ما كنكذبش ما كيعجبنيش نكذب وما كيعجبنيش الكذوب الله كان الله حرم الكذوب انا ما كنحملش الكذوب علاش غادي نكذب على الناس علاش انا مرزيه مسحوقه بقيت مسيمه مشرده على عيني لولادي محطمه حطموني علاش ما عرفاش علاش مي كيقولوا كنعملها بالعاني ما كنعرفش هاد الناس شنيهم شني الهدف ديالهم خصهم مني واللي قدر من المحسنين الله يحسن بيكم انا خصني غير باش نتعالج
القلب ديالي كيحرقني بزاف والسنسور الظهري محروق كيحرقني بزاف ضربه في الراس ديالي بحال اللي كتخوي لي صاص في المخ ديالي وكيهبط لي على النخاع الشوكي ديالي ما عرفاش راسي شني فيه ديك الضربه جاتني قاصحه صعيبه بزاف اللي بغى يساعدني الله يساعده والهلي يحط لكم الصحه ديالكم